فصفقة الزمالك غالبا يا إما كاسونجو على حسب بقى كارتيرون عايز إيه، يا إما كان معروف وكاسونجو اللي كانوا محطين قدامه الراجل كارتيرون وكاسونجو. ماشي. كارتيرون كان يعني وما زال طلبه إنه هو عايز لعب خط وسط حلو هاف ديفندر نص ملعب فشايف الراجل كمان انت عندك الأساسي كمان مشي عنده مشكلة في خط الوسط طبعا غير الإصابات غير إن طارق حامد بيلعب تحت ضغوط واضحة تالت على طارق حامد تبان النرفزة العصبية لازم أهمس في وسط طارق كده بقول له خروجك من الملعب بهذا الشكل لا يليق بك أبدا كطارق حامد كلاعب كبير أيا إن كان أنت أخذت الطرد على حق أخذته مش على حق وانت طالع لاعب بحجمك في نادي الزمالك ولاعب بحجمك في منتخب مصر فعش هذا المشهد لما هتروح تتفرج عليه هتزعل من نفسك لان انت اكبر من كده ماشي فبرضه ده يبين لك نوعيه الضغوط اللي بتبقى على اللعيبه نوعيه الضغوط اللي بتبقى ضغوط سوشيال ميديا ولا ضغوط ايه ما هي السوشيال ميديا دي بتيجي منين من الاجواء من الاحداث من ان انت بتفضل كل شويه بتاخد وعود مثلا ما بتتنفس اللي كل شويه تعالى طيب كلام يعني هو بيقول للمقربين انا كل شويه عمال اسمع في كلام في كلام في كلام مش لاقي حاجه لاخره الكلام ففي بعض الامور انت بتبقى عارف يعني وانت شغال في المنظومه عارف اللعيب ده بيتعرض ليه فبتتمنى ان اللعيب يبقى اكبر من الضغوط اللي بيتعرض لها لكن هو في الاخر بشر وانسان فده اللي ده اللي بيفرق بين اللاعب واللاعب فيا اما كابونجو او كاسونجو يعني ومعروف يوسف يا اما هو الراجل عايز لعيب خط وسط يا اما لعيب خط وسط هو عايز لعيب خط وسط ممكن يبقى معروف ولا ممكن يبقى واحد تاني والله حتى الان كلام بيتقال على اكتر من لاعب خلينا اكون واضح حتى لما الزمالك اتكلم على كريم العراقي مش اللي الراجل طلبه اصلا ولكن في الاخر برضو بتحكم القصه دي قيم ماليه انت هتجيب مين وهتدفع له كام ومين الاقرب حاجتك الفنيه هتجيبها ولا انت عشان وعدت كاسونجو لما كانت الظروف كويسه طب لو فرجاني مشي العقل بيقول ايه وانت عندك في وسط الملعب والراجل رغبته المدير الفني